احنا كيمنيين ما نؤمن بالمنتج المحلي، بالرغم من انه يلاقي صعوبات كثيرة بالما يخرج للنور، ويكون مصنوع بتعب وشقاء وحب. وللأسف انا كنت واحدة منهم، عشان كذا وقفت تطوير حياتي الأكاديمية 6 سنوات، 6 سنوات كاملة وأنا أبحث عن فرصتي في السفر للخارج عشان أتخصص. وخلال ال6 سنوات هذه اتجهت للجامعة للعمل كمعيدة، وبعد نفاذ لكل الفرص حملات قررت أهم قرارات حياتي، وهو إني أتخصص ماجستير في طب الأسنان هنا في بلادي في اليمن. وعدت نفسي إني أصنع فرصتي الخاصة، وإني أشتغل بمستوى أي طالب في أي جامعة عالمية، وكأني سافرت. مرت السنوات الدراسية 3 بسرعة، ولما أجا وقت الرسالة أخذ البحث عن الفكرة أسابيع وشهور طويلة. والسبب إنه كنت أبحث عن فكرة جديدة واستثنائية. في هذا الوقت كان أغلب طلاب الماجستير يبحثوا ويختاروا أفكار سريعة التنفيذ وغير مكلفة عشان يخلصوا بسرعة، وكمان المجال البحث العلمي والأبحاث غير مدعومة ماديا في بلادنا. وفعلا بدأوا أبحاثهم قبلي بكثير. الأبحاث العلمية أنواع كثيرة، منها الدراسات المقطعية فيها الباحث استبيان ويجمع داتا ومعلومات معينة وما يحتاج إنه يتبع العينة لفترة من الزمن. الدراسات التجريبية أو الدراسات السريرية هذه تعتبر من أصعب أنواع الدراسات في التنفيذ، والسبب إنه نجرب دواء جديد وتقنية جديدة ونشوف تأثيرها على مجموعة من الناس ونتابعهم لفترة معينة من الزمن. البحث العلمي مش مجرد أوراق ولا هو فكرة تتوهق قليل وبعدين تنطفي، ولا هو مجد أصنعه لنفسي. البحث العلمي أكبر من كذا بكثير. في يوم كنت جالسة في كافي شوب سرحانة أفكر وأفكر وأبحث عشان ألاقي الفكرة المناسبة لمشروعي. الأفكار كانت عندي كثيرة وتتنطط في راسي، بس ما كنتش عارفة أنا أحلام إيش أشتي بالضبط. كل اللي كنت عارفة وقتها إني أشتي فكرة جديدة واستثنائية، فكرة تضيف المجال طب الأسنان في اليمن، فكرة تترك أثر وبصمة من بعدي، فكرة أرفع راسي وأفتخر إنه قضيت سنوات من عمري وحياتي وأنا أبحث فيها. وقتها تواصلت مع دكتوري خارج اليمن وطلبت استشارته ومساعدته. جزاه الله خير، أعطاني فكرة جديدة وأول مرة تتعمل في العالم. الفكرة هذه كانت فيها المميزات والصفات اللي كان نفسي فيها، بس مشكلتها كانت مليانة تحديات وصعوبات. السبب إنه كنا في اليمن في وضع حرب، وضع الحرب كان حظر قوي وإغلاق أغلبية مطارات اليمن ومن ضمنها مطار صنعاء. ومادة البحث كنت أحتاج أستوردها من بلد المنشأ من ألمانيا، غير تكلفة المادة الباهظة بسبب ارتفاع سعر الصرف الرهيب بسبب التدهور الاقتصادي للبلاد. وقت فكرت هل آخذ الفكرة وأغامر وأشتغلها بالرغم إنه ممكن تتجاوز حدود إمكانياتي المادية، ولا أدور لي فكرة ثانية تكون مش مكلفة، وبالرغم من كل اللي حولي وزملائي ينصحوني خذي موضوع سهل عشان تتخرجي بسرعة وتترقي في سلمك الوظيفي الجامعي. لكن الفكرة عجبتني واستهوتني وأثارت حب التحدي فيني، وقررت
إنه أشتغلها. وفعلا بدأت رحلة طويلة مليانة تحديات وأحداث. وكان أول مرحلة تسجيل فكرة الموضوع في المكتبة الرقمية. في يومها رحت سجلت الفكرة ورحت أكمل معاملات في مكتب الكلية. في هذاك اليوم حصلت لي مواقف سيئة كثيرة، وصلت لي رسالة: ستوب أحلام، هذا ما فيش فيه خير لك، وقفي قبل ما تودفي. لكن ما سمعت الصوت، وقفته واصلت مشواري وبدأت أول مرحلة في تطبيقي للبحث، وكانت استيراد المادة الخام من ألمانيا. وبسبب أنه كانت مادة كيميائية كان ممنوع دخول أي مواد كيميائية لليمن في وضع الحرب. انتظرت أسابيع وشهور طويلة مرة ثانية، وبمساعدة مشرف الخارجي قدرنا أن احنا ندخل المادة الكيميائية لليمن، وفعلا وصلتني المادة لليمن. هذه المادة أول ما وصلت، أول صورة لها في غرفتي، عملت يعني حفلة هذاك اليوم من كثر ما كنت مبسوطة أنه وصلتني. الفكرة كانت تصنيع هذه المادة، مادة الإنأسيتايل سيستين، وتركيبها كغسول فموي لعلاج أمراض التهابات اللثة، اللي يعتبر من أكثر أمراض اللثة انتشاراً وشيوعاً في العالم، خصوصاً في اليمن. بعد وصولها كان مطلوب أنه ألاقي مصنع متخصص يوافق يركبها لي كغسول فموي. المصنع لقيته بصعوبة. كانت مشكلة المصنع أنه واقع في ضواحي صنعاء وقريب من المعسكرات الغير آمنة، وإحنا كنا في وقت غارات قوية، وكنت أحتاج أروح المصنع أكثر من مرة في الأسبوع الواحد عشان تركيب المضمضة، وكمان أزمات بترول غير القصف القوي، أزمات بترول. ولكم أن تتخيلوا المسافة الطويلة اللي كنت أقطعها عشان أوصل للمصنع. الحمد لله المضمضة أصبحت جاهزة، وبعد ما أصبحت المضمضة جاهزة، هذه المضمضة وهي في العلب الزجاجية أصبحت جاهزة لتطبيقها على العينة. العينة هم مجموعة من الناس بجرب عليهم هذا المنتج وأشوف فاعليته. العينة لازم يتوفر فيها شروط معينة. الشروط تبع بحثي كانت شوية صعبة. أول شرط إنهم يكونوا غير ماضغين للقات، وإحنا بمجتمع يمني نسبة مضغ القات كبيرة جدا. بعد ما لقيت العينة اللي غير ماضغين للقات، أجى الشرط الثاني وكان أصعب، إنه يوقفوا عن تفريش أسنانهم مدة 35 يوم كاملة. ولأنه عينة البحث كانت طلاب طب، مش أي عينة، وطلاب طب أسنان طلابي، كان صعب أني أقنعهم بهذا الشيء. لكن اجتمعت معاهم وشرحت لهم أهمية البحث العلمي، وأنه بيكون لهم دور كبير في هذا الشيء، والبحث العلمي مهم في تطور الدول ونهضتها. وبالفعل وافقوا وتمكنت من إقناعهم، واتبعوا كل التعليمات بدقة وحرص شديد، وكانوا عينة موفقة لها الفضل الكبير بنجاح هذه المرحلة من البحث. بعدها بدأت العينة باستخدام المضمضة، وعلى مدار 4 أشهر كاملة من استخدامهم للمضمضة وأخذ الفحوصات السريرية وعينات بكتيرية. في هذا الوقت أبدأ دوامي في الجامعة الساعة 8 الصباح، وبعد ما أخلص محاضراتي ودوامي مع الطلاب أبدأ بالعمل على العينة، وبعد كذا أبدأ بشغل العينات البكتيرية حتى الساعة 9 الليل. في هذا في العيادة أثناء شغلي على العينات اللي هم كانوا من طلابي، الساعة 9 بالليل وأنا خارج من مركز الأبحاث المستشفى الجامعي بعد يوم طويل ومنهك وشغلي على العينات البكتيرية، وأنا خارجة حاملة أدواتي وأغراض البحث، فجأة ولمح البصر ألاقي نفسي تحت سيارة. السيارة كانت عاكسة خط ومسرعة، وبسبب انعدام الإنارة في الشارع ما شافتنيش. اتناثرت أوراقي وأدواتي، ومعاهم اتناثرت أحلامي. والوهلة مر شريط حياتي بالكامل بمخيلتي، وحسيت إنه النهاية.
وأنه حياتي انتهت، لكن انكتب لي عمر جديد وقمت من أول وجديد. هذه الصورة كانت في نفس ليلة الحادث بساعة تقريبا. بعد ما تعافيت من آثار الحادث رجعت مرة ثانية وواصلت بقية مراحل البحث. وصلت لآخر مرحلة وكانت تجهيز العينات البكتيرية ونزع الحمض النووي البكتيري منها عشان أرسلها لمشرفي في أمريكا عشان يحللها بأحدث تقنية وصلها العلم في تحليل الحمض النووي. والسبب التقنية هذه مش متوفرة في اليمن، وزي ما ذكر في آخر الدراسات والإحصائيات إنه اليمن في إنتاجها البحري والنشر تتصدر الترتيب رقم 112 من بين دول العالم زي ما احنا شايفين في القائمة هذه، وترتيبها بين دول العالم العربي والشرق الأوسط رقم 15، يعني آخر دولة اللي هي سوريا في آخر القائمة. يعني الإنتاج البحثي اليمني في كل المجالات يساوي 3/4 1% من مجمول الإنتاج البحثي العربي. السبب عدم اهتمام الدولة بدعم البحث العلمي وعدم توفر الأجهزة الحديثة اللي يحتاجوها الباحثين. فهذا الشيء خلاني أرسل العينات لمشرفي اللي ساعدني بكل مراحل البحث، جزاه الله عني خير الجزاء. العينات البكتيرية أصبحت جاهزة ready، أرسلها. وقتها وسيلة الإرسال الوحيدة رفضت رفض قاطع إنه يرسلوا لي العينات، والسبب إنه كانت عينات بكتيرية واليمن في وضع حرب ومنتشر عندنا الكوليرا، وأنت يعني بعقلك شو ترسلي عينات بكتيرية وإحنا عندنا كوليرا؟ فكان مستحيل. رغم محاولات العديدة كل يوم أروح أحاول أقنعهم أقابل المدير من غير أي فائدة، وبالرغم من كل الأوراق والتصاريح اللي طلعها مشرفي من الولايات المتحدة الأمريكية كمان رفضوا. وقتها حسيت إنه خلاص طموحي ومشروعي بيفشل ومش هقدر أكمل مشواري، وحسيت بيأس وإحباط شديد. في هذاك الوقت كانوا المشرفين يشجعوني ويقولوا لي إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وكنت ألتجئ لله سبحانه وتعالى في أوقات الصعبة. في يوم من الأيام كنت رايحة العيادة زي كل يوم أشتغل للمرضى تبعي. في هذاك اليوم كان أحد المرضى مريض عنده سلطة ونفوذ، وكان على اطلاع ببحثي ومراحل البحث اللي مريت فيها، ولما شافني حزينة وعرف السبب قرر إنه يساعدني بعد ما استشف أهمية بحثي. وبالفعل العينات البكتيرية وصلت للولايات المتحدة الأمريكية ومعاها وصل حلمي. التكلفة المادية للبحث كانت باهظة، اتجاوزت كل حدود إمكانياتي وكل مدخراتي، كنت خلاص على الحديدة. بعد كذا عشان أكمل وواصل البحث بعت ذهبي. الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى البحث تبعي نجح نجاح كبير، وكان البحث الأول على مستوى العالم اللي يبحث في إمكانية استخدام مادة الإنأسيتايل سيستين كغسول فموي في علاج ووقاية من التهابات اللثة. هذه صورة العينات في نفس اليوم اللي رسلتها للولايات المتحدة الأمريكية. في شهر أبريل عام 2019 ناقشت رسالة الماجستير وحصلت على درجة الماجستير، وتم نشر بحثي في ورقتين علميتين في أقوى مجلات طب الأسنان العالمي. الجزء الأول من بحثي اللي هو هذا صورة للبحث نشر في مجلة الأورال مايكروبيولوجي، وهي مجلة بريطانية قوية وعريقة، ترتيبها رقم 13 من بين 201 مجلة في مجال طب الأسنان حول العالم. تكلفة النشر كانت كبيرة تقريباً 2500 دولار.
المجلة وافقت إنه تعفيني من الرسوم بعد ما عرفت إنه البحث اشتغلته من تكلفتي الشخصية، وإنه البحث طالع من دولة من دول العالم الثالث، وهذه أحد صور تعاون الدول المتقدمة مع الباحثين من أي دولة كانوا. أما الجزء السريري البحثي تم نشره في مجلة Clinical Oral Investigation، وهي مجلة ألمانية ترتيبها رقم 31 من بين 201 مجلة. مش كذا وبس، البحث تبعي عرض في مؤتمر عالمي في كندا. المؤتمر كان في شهر يونيو لنفس العام اللي هو عام 2019، ومن عجائب القدر إنه بحثي عرض في نفس المؤتمر اللي عرضت فيه زميلتي اللي درست دكتوراه في بريطانيا. وقتها آمنت، صح إني ما سافرتش وتخصصت ودرست خارج اليمن، لكن علمي وبحثي هو اللي سافر وتجاوز كل الحدود الجغرافية ووصل لكل دول العالم. وإنه من مكاني هذا اللي في اليمن، اللي ما كنتش متوقع اني هنجز اي شيء مهم، اعمل وانجز شيء مهم. وانه اي شخص فينا ما يعلقش عدم تميزه على عدم سفره، السفر مش شرط للابداع والتميز. خطتي المستقبليه اني ما اوقف عند هذا الحد، واني اواصل في مجال البحث العلمي وابحث عن كل ما هو جديد ونافع في مجال تخصصي اللي هو طب الاسنان. مسؤوليتي ومسؤولية كل شخص هنا ومسؤوليتنا جميعاً إنه نساهم في نهضة وتطور اليمن، وعشان اليمن تنهض وتتطور لازم نهتم بمجال البحث العلمي أفراد كدولة. نبدأ كأفراد وبعد كذا نتوسع إن شاء الله ويكون المنتوج البحثي لليمن كبير بإذن الله. إحنا مش أقل من أسلافنا علماء العرب الأوائل مثل الرازي وابن سينا، ما كانش عندهم التطور اللي عندنا اليوم، لا نت ولا كهرباء ولا وسائل اتصال حديثة، وبالرغم من هذا الشيء عملوا علم يدرس في أرقى جامعات العالم إلى يومنا هذا. إحنا جيل قوي، لا نيأس ولا نستسلم ولا نقبل الهزيمة. إحنا الشباب أمل هذا الوطن المجروح. شكراً.